حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. رجع ظهر اليوم إلى الوطن منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد متوجا بلقب البطولة الآسيوية التي أقيمت في مدينة تبريز الإيرانية. نعم، كان في استقبال الأبطال أبطال منتخبنا بمطار حمد الدولي أعضاء الاتحاد القطري لكرة اليد وعدد من المشجعين لهذا المنتخب البطل. الحمد لله رب العالمين على هذه البطولة القالية، للمرة الثالثة أن نحقق هذه البطولة 2010 2012 والآن 2014. البطولة كانت قوية ولعبنا مع منتخبات كبيرة، منتخب كوريا، منتخب اليابان، منتخب إيران، منتخب السعودية. منتخبنا حقق الفوز في جميع هذه المباريات واستحق هذه الكأس القالية علينا كلنا، ونقول لهم مبروكين ويستاهلون، ونتمنى من الله العلي القدير أن البطولات تتوالى وتستمر في اتحاد كرة اليد وعلى جميع الرياضة القطرية إن شاء الله. بطل آسيا شعور ما ينوصف، الحمد لله على كل حال. أشكر الاتحاد اللي ما قصر معنا واللعيبة اللي ما تعبنا، الحمد لله ما راح بلاش. يستاهلون بصراحة منتخب اليد، بصراحة اتحاد كرة اليد السنة هذه والعام. نعم، قاعدين يقدمون شيء المنتخبات الثانية واللعبات الثانية مو بقادرين يعني أو لم يقدمون. فشكرا لاتحاد اليد. صحيح. شكرا لرئيسه، شكرا للأمين العام للجنة. نعم، الأولمبية الشيخ سعود عبد الرحمن، سعود عبد الرحمن. نعم، آل ثاني، بيض الله وجيهكم على هذا الإنجاز. نعم، وتستاهلون. صحيح. كل الشكر، الله يوفقهم إن شاء الله. حمد، سبحان الله، أنت لو تلاحظ كل ما نعرض تقرير تشوف الناس، لكل مجتهد نصيب. نعم، كل من اجتهد بعدين لقى. هم جزاهم الله خير قاعدين يبذلون ويحققون إنجازات، وإحنا يعني البطولة المقبلة اللي بتصير في قطر إن شاء الله في 2015 كأس العالم لكرة اليد. نعم، وإنجازات كرة اليد ما شاء الله. صحيح. الإنجاز وراء الإنجاز، هاي معناته أن المنتخب. نعم، راح يبشر إن شاء الله. صحيح. خير راح تكون. نعم، بطولة بإذن الله تعالى عالمية. احنا المطلوب منا شيء واحد، احنا المطلوب منا شيئين عفوا، ندعي لهم ان الله سبحانه وتعالى يوفقهم، وايضا نتواجد معاهم في الملاعب لان وجودنا دعم لهم ايضا، هذا الدعم المعنوي اللي الكل يتكلم عنه. قبل ذا كله حتى مؤازرة المنتخب سواء في التنظيم. نعم، في حتى في الاعلام، نحن نوجه. صحيح. انظار العالم لهذا الشيء، نثقف الناس حتى بهذه البطولة، والناس. نعم، ان شاء الله يعني هي ما تحتاج تثقيف في هذا الشيء لكن. نعم، تحتاج تذكير. صحيح. نعم، صدقت يا حمد. نعم، عندنا موضوع آخر أعزائي المشاهدين، يمكن عرضناه من كم من يوم أو البارحة تقريبا، نبي نعيد عليكم يمكن لأهميته وبدء انطلاقه. انطلق مساء أمس فعاليات مهرجان الرطب والتمور الذي يقام للمرة الأولى في دولة قطر. طبعا هذا المهرجان تنظمه وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية وأيضا البحوث الزراعية في مول في أزدان مول بالتعاون مع شركة محاصيل لإنتاج التمور. حمد، نعم، كاميرا قناة الريان شاركت في هذا الافتتاح وعادت لنا بهذا التقرير. القيمة الغذائية الكبيرة للتمور ومكانتها على المائدة القطرية كانت وراء تنظيم مهرجان الرطب والتمور الذي تهدف من خلاله وزارة البيئة وشركة محاصيل لإنتاج التمور إلى تعزيز الاهتمام بالإنتاج المحلي من هذه المادة وتشجيع التوسع في زراعة النخيل بالدولة. وقد شهد حفل افتتاح المهرجان حضور عدد كبير من الزوار والمهتمين في مجال إنتاج التمور. طبعا هذا المهرجان يعتبر المهرجان الأول للرطب في دولة قطر واللي تنظمه وزارة البيئة. الهدف طبعا تعريف بأنواع التمور اللي تنتج في الدولة. حاليا تقريبا المشاركة تقريبا 15 صنف المعروضة في المعرض من حوالي تقريبا 30 نوع ينتج في الدولة. احنا هدفنا طبعا التعريف بانواع اللي تنتج على اساس انه يزيد الاهتمام من قبل المستهلكين ويزيد اقبالهم على الانواع اللي تنتج في الدوله اللي يشجع المستهلكين المنتجين على زياده انتاجهم.
المهرجان الذي ينظم لأول مرة في دولة قطر ينتظر أن يشهد توسعاً خلال السنوات المقبلة ليتعدى مرحلة التوعية والتثقيف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من الرطب والتمور بكافة أنواعها. الإقبال هذا يعطينا دافع أكبر. إحنا طبعاً في البداية كنسخة الأولى المعرض يعني اقتصرنا على الجانب التوعوي، لكن طبعا وجود هذا الأقبال راح يدفعنا إلى أن احنا نستمر ونوسع نطاق المؤتمر بحيث ما يقتصر على الجانب التوعوي، لا كذلك يكون عرض الفرص الاستثمارية، عرض التقنيات المتاحة اللي تساعد المزارعين على الاستثمار في النخيل ورفع مستوى النخيل وجودة النخيل. وطبعا هذا بلا شك راح يعطينا دافع كبير على أن احنا يعني إن شاء الله ننطلق في نسخ أخرى بأكثر استعداد وبأكثر أهداف. يذكر أن المهرجان يقام في مجمع إزدان مول، ويتم خلاله عرض مجموعة من أصناف التمور المنتجة محلياً، إضافة إلى عرض حول مراحل تطور النخلة والأهمية الصحية للتمور بالنسبة للإنسان. ما هو رطب وش خاط قوله قوله لا ما لي قايله. مشاهدينا ترى المهرجان تقريبا حق التمور مستمر 3 أيام، البارحة والليلة والقابلة، موجود في أزدان مول. اللي يبغى يروح يشوف، ولا ما أدري هل هم فاتحين يعني البيع أنك تقدر تشتري، وأتوقع أن الشيء موجود أنك تقدر تشتري رطب بالذات الحين موسم الرطب. اللي ما هو يعني يظن انه بيطول، ترى اعتقد باقي بكره، هو 3 أيام المهرجان للرطب وللتمر. اللي يبغى يروح يلحق، انا والله نيه ان شاء الله القبله بروح ان شاء الله اذا الله يسر. الله يوفقك ان شاء الله، باخذ الشيبه بروح. بس تنسى ترى باكر عندك حلقه، عندي حلقه ان شاء الله بس بعد العصر بمر، ولا عقب صلاه العصر ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الحين خلونا نتابع تقرير عن المشاركه القطريه في مهرجان مدينه العرايش للمسرح والفنون الشعبيه في المملكه المغربيه، وكان متواجدين جمعيه القناص القطري اللي توجت الفائزين بمسابقات المهرجان. نعم طبعا قناه الريان رافقت البعثه القطريه المشاركه في المهرجان. نعم. ورجعت لنا بهذا التقرير، خلونا نشوفه وياكم. أسدل الستار على الدورة الرابعة لمهرجان العرائش للمسرح والفنون الشعبية في المملكة المغربية، والذي شاركت فيه دولة قطر بوفد من جمعية القناص القطرية، ضم 11 شخصاً. وفي الأمسية الختامية للمهرجان كرمت جمعية القناص القطرية المشاركين الفائزين في مسابقات المهرجان الذي امتد على مدى أسبوعاً كاملة. الهدف اللي احنا من اجله شاركنا الحمد لله حققناه، تعرف الجمهور في المنطقه الشماليه من المغرب على عادات وتقاليد القطريه في مجال الصيد والمقناص، ايضا تعرفوا على بعض الرقصات الشعبيه عندنا مثل العرضه. هذا الهدف اللي كنا احنا نبي نوصل له، وبشرك انه وصلناه، وحجم ما شاء الله الجمهور السنه حجم ما كنا نتصوره. وقد كانت المشاركة القطرية في مهرجان العرائش متنوعة لما هو تراثي وثقافي، حيث شاركت الجمعية بجولة كرنفالية فلكلورية جابت مدينة العرائش، وقامت بتقديم العرضة القطرية الأصيلة وبعض الأغاني التراثية التي لاقت استحسان وإعجاب سكان وزوار المدينة. لقد كانت المشاركة جمعية القناص القطري ناجحة 100%، ولقد قدموا جوائز قيمة للمشاركين سواء كان من السلوقي أو الصقور أو الرماية أو أصحاب الفرس، وكانت ناجحة 100%. وقد نظمت قبيل الحفل الختامي للمهرجان المسابقة النهائية للسلوقي بحضور جمهور كبير من محبي هذه الهواية التي تعتبر من الهوايات القطرية القديمة.
وقد حرص القائمون على الجمعية على المشاركة الفاعلة في المهرجان، وذلك لترسيخ الموروث الشعبي والإرث القطري الأصيل وتعريف العالم به من خلال تنظيم جناح متكامل ضمن مجموعة من الأقسام المختلفة. ننتقل وياكم أعزائي المشاهدين إلى موضوع آخر، أشهر المأكولات العالمية بنكهات خليجية، أجواء مفعمة بالراحة والهدوء، مطعم إيدام في متحف الفن الإسلامي في هذا التقرير. من قلب متحف الفن الإسلامي ومع المناظر الساحرة لأفق الدوحة، يقدم مطعم إيدام مجموعة مختارة من الأطباق الفرنسية المبتكرة الزاخرة بنكهة خليجية. اعتمد المطعم في تصميماته على الفن المستوحى من التصميم العربي، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على العديد من الكتب يبلغ طولها نحو 9 أمتار، يريد من خلالها المصمم فيليبس ستار إبراز دور العلم والثقافة في رقي الإنسان الذي لا حدود له. يشعر الزائر في مطعم إيدام بأن هذا المكان مساحة مفعمة بالراحة والهدوء تمكنه من المطالعة، فضلاً عن التمتع بأكلات شرق متوسطية بنكهات خليجية. أطباق كلاسيكية من المطبخين المحلي والعالمي، معظم مكوناتها من قطر، أشهرها الحريرة، الهامور، ولحم الجمل، فضلاً عن مأكولات خاصة. هذا المطعم الذي يعد الأول في سلسلة مطاعم ألان دوكاس في الشرق الأوسط، يحرص على الحفاظ على خصوصية متحف الفن الإسلامي ويحاول تقديم الأفضل لرواده. للي يبغي التميز، الفخامة، الذوق، حتى اللي ذوقه مميز في الأكل يروح المطعم إيدام في المتحف الإسلامي، عقب يتذكر ويقول قال حمد العيد هالكلام ده. نعم يعني أروح اليوم ولا أنا أقول لك روح؟ متى يفتح؟ يفتح أعتقد ترى هو له يومين يسكر فيها، لكن يفتح في الفترة المسائية، تقدر تكلم وتحجز. من أرقى يا خالد الأماكن، حتى نفسيا من يوم تدخل وأنت حتى شعور مرتاح نفسيا، أنت طبعا أخبر في الأمور النفسية، مرتاح نفسيا، أنت تروح له على حسابي إن شاء الله، وأخذ المدام ودها خلاص واللي تبغيه، الله يطول في عمرك على حسابي. وعقب أذكر أقول لهم ترجعون على قناة الريان على حمد العيد. لي أنا نعم، أبشر سعدك بس أنت إياها، بس لا تكثرون. زين، كل واحد على طبق اللي ودك عشان عقب أنواع وأشكال. خالد تقول لي إسراف أكل خليجي بس إنه بنكهة أو مصنوع، لا فرنسية. الأندوكاس هو يعني أشهر، يعني من أشهر الطهاة في العالم. نعم، من أروع الأماكن. لحظة شوف ترى جواحت، يمديك يمديك جواحت على الحلقة قاعد أتشرط. إذن أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل راح نتابع معاكم الفعاليات اللي يقيمها النادي العلمي الإقطري خلال فترة الصيف، تابعونا.